شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم. كابتن أسامة، مكاسب ماتش النهارده؟ في مكاسب طبعا كتيره. احنا قلنا ان مجموعه لعيبه صغيره بتلعب في وسط لعيبه من في القائمه الاساسيه، بس برده ما كانوش بيلعبوا بشكل كبير. لما نتكلم على القدام، الاول اول واحد محمد هاني، صح، هو افضل اللاعبين حاله في الفرقه، متماسك في ادائه، مركز في 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 اي كره بيغطي فيها، بيوجه زي ما الكابتن عليه، هو بيلعب في مكان غير مكانه الاصلي. بس هو لعب سيرد باك قبل كده، ويمكن النهارده بيلعب بين السيرد باكين، يعني هو كان بيلعب سيرد باك ناحيه اليمين احيانا كتيره في ماتشات حتى مع النادي الاهلي رسميه لعبها. ايوه، بس صحيح مش عدد ماتشاته اللي لعبها في الباك اليمين، لكن النهارده كمان بيلعب بين الاثنين، بيلعب بين مغربي وخليفه، يعني خليفه يمينه ومغربي شمال. باقي اللعيبه القدام اللي هم ما ظهروش بالحاله الكويسه دي من الحاجات الوحشه في اللقاء، يعني مثلا حسام حسن، صلاح محسن، وحيد، كريم، محمد محمود بقاله فتره ما بيلعبش، لكن المفروض اداؤه في البدني يزيد عن كده لانه هو اصلا لعيب كويس. كريم فؤاد النهارده هو ده الحاله اللي انا مستغرب عليها، لانه كريم فؤاد لعيب كويس قوي، ويمكن التقرير اللي جاي بيقول ان حاسس بشد في الخلفيه، فانا ممكن يكون هو ابتدى بيها كده، لانه النهارده انطلاقاته حتى في الهجوم مش موجوده اللي هو معروف بيها، متحفظ جدا ورا، حتى في كورتين رجله خبطت في الارض، ده دليل برضه ان في حاجه بيفكر فيها، فممكن يكون لاعب وهو احساسه انه مش سليم 100%. الله اعلم صرح بيها للجهاز او لا، انا بفترض، لان انا عارف ان كريم حيوي ونشيط ومقدام في الهجوم وعنده يعني ده عنده كوره، عنده كوره، يعني في حاجات كتيره. فهو النهارده يعني علامه استفهام، انا اعتقد ان ممكن تكون دي كانت مأثره عليه من اول اللقاء الموضوع ده. الباقيين بقى الصغيرين، يعني انا شايف مثلا مصطفى شوبير النهارده تعامله كل الكور اللي هي بين الثلاث خشبات اتصرف كويس، يعني في كوره شالها من كريم طارق كويس قوي بالشمال، في واحده انفراد اعتقد من الجنب برده شالها كويس. الكرات العرضيه تحسن فيها الشوط الثاني، يعني في كورتين طلع عملهم بالبوكس، يمكن الاول كان متردد شويه في الكرات العرضيه، لكن في المجمل شكله كان معقول، يعني ما شكله كويس يعني. لكن اللي عجبني من الصغيرين كمان محمد مغربي اللي هو السيرد باك ال 66، متماسك بالكرات العرضيه، بيتعامل معاها كويس، واحد ضد واحد بيحاول يضغط كويس، بيقفل كويس، يعني مشروع كويس، يعني شكله كويس، ويمكن مع الماتشات كمان يجي. نفس الشيء خليفه اللي هو كان السيرد باك الثاني رقم 40، هو اتغير في الاخر، لكن برده كان خليني اقف معاك في النقطه دي يا كابتن. انت بتقول اللعيبه اللي في الملعب ممكن يجي مع الماتشات، هل الكلام دوت برده ينطبق على مصطفى شوبير؟ لان مصطفى طبعا، حتى مصطفى شوبير طبعا مع الماتشات، ولكن هو مصطفى ممكن يبقى بديل للشناوي، ولكن فرصة اللعب بتاعته هتبقى ضعيفة شوية. مفيش شك طبعا الشناوي يعني طول عمر أي فرقة أي منتخب فيه حارس أساسي. الشناوي خد خبرات كتيرة، الشناوي اللعيب الأساسي في مش بس النادي الأهلي، المنتخب مصر، وهو من أحسن حراس إفريقيا، يعني لو هو مندي بتاع تشيلسي اللي هو بتاع السنغال، هم دول تقريبا احسن حارسين في افريقيا. فانت بتتكلم على خبرات كتيره لكن مصطفى اي حد، مش مصطفى بس، مش مصطفى شوبير بس، اي لعيب رجله بتيجي كتير في الماتشات اداؤه بيتحسن. يتحسن قد ايه بقى دي بتاعته وبتاعه طبعا المدير الفني اللي معاه، لكن هي بتاعته بقى انه في واحد لما بيلعب كتير رجله بتستقر، الاخطاء اللي بيعملها بتتحسن، ثقته بنفسه بتيجي، وفي واحد مهما بياخد فرص ما بيتحسنش، ده حاجه بقى تانية، يعني دي حاجه تانية دي. لكن بدايه